in, stepped in a bash. Already go out one, got a triple A pass. Got one for Oak and got one for Kaz. Got one for Mass and got one for Wax. Sit down, man, need a sec to relax. If you want a photo, just need to ask. Take one with them without the flash. Head to the whip out the cash. This is there, man, don't need to count it. It ain't counterfeit, man, I'm out of it. But I still ain't down to dick. Next where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Got a shout out the girl them too. Next where daylight comes too soon. Next where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Got a shout out the girl them too. Next where daylight comes too soon. I see strangers walk past me. Look around, see friends that are family. What do they fancy? End of the night, what I've been to. Never lived it. Lies. And I think I forget that sometimes. Shake hands, give hugs, say goodbyes. Flakes and ice cream. Girls in white jeans. Live streams of my midsummer live streams. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Got a shout out. When daylight comes too soon, nights when daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Got a shot in the album too. Nights when daylight comes too soon. Nights when daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. مواجهة تختفي الأنظار مشاهدينا من بقية مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا. نتمنى بأن تكون على قدر التوقعات وأن تكون المتعة حاضرة في هذا اللقاء. مشهد كبير هنا في ملعب متروبوليتانو، مباراة نتمنى بأن تكون مثيرة. محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم موعدنا مع مباراة الذهاب لدور 16 من هذه المسابقة. فريق أتلتيكو مدريد في مواجهة الريدز ليفربول. مع مباراة اليوم تبدأ الحسابات وتبدأ الجماهير تشعر بالقلق والخوف، لأن كل خطأ وكل مواجهة لها عواقبها، لها حساباتها الخاصة. أي خطأ سيكلف الكثير في الذهاب، سيكون له مردود وعاقبة في الإياب. من يريد ربع النهائي عليه ألا يرتكب الأخطاء. كلنا نعرف دييغو كوستا، وننتظر منه أداء كبير في مباراة اليوم. يقدم مستويات في المباريات الأخيرة مدهشة، سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات شارك فيها. يتطلب مجهود بدني كبير جدا، وبالتأكيد سيلعب الفريق بنفس أسلوب اليوم وسيحاول أن يضغط بكل ما لديه من قوة. في إنجلترا يعتبر ديربي الميرسي سايد واحد من أقوى الدربيات هناك، واللي يكون فيه ليفربول طرف مع إيفرتون، والعداء التاريخي اللي بين الناديين يجعل من هذه المباراة الأعنف في سجلات الدوري الإنجليزي. ونبع التشكيلة الرسمية لفريق ليفربول في مباراة اليوم. أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك سيلعب بجواري لوفرين في الخط الخلفي، فينالدوم سيبدأ مع هندرسون في منتصف الملعب، وفي الأمام سيلعب فيرمينو. الشوط الأول يبدأ، مرحلة جديدة تبدأ في دوري أبطال أوروبا في مباراة ذهاب ثم النهائي. فريقان وجه لوجه، واحد فقط سيمر إلى ربع النهائي. أكيد الحماس والإثارة في أعلى مستوياتها. حان
حارس يذهب للإمساك بالكرة. تخطينا دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الأمور أصبحت أكثر جدية في دور الـ 16، من يخسر سيودع البطولة. كرة جميلة من ديجو كوستا، كرة متاحة للتسجيل، يتدخل أليسون وما زال اللعب مستمر. مرة أخرى ليمار، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى، لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. فينالدوم، روبرتسون، فرصة والكرة في وضعية الهجوم. فينالدوم، تسديدة ممتازة للتقدم. ديغو كوستا، جوردان هندرسون، روبرتو فيرمينو، فابينيو يتقدم بالكرة للهجوم. عرضية عند القائم الثاني، كرة بالتعدي من فوق العارضة، حظ سيء في اللقطة الماضية، حاول يلعب لك كرة لوب من فوق حارس المرمى لكن ضاعت اللقطة. كان ممكن يسجل هدف جميل في اللقطة الماضية. ممتاز في الضغط العالي، يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. شيردان شاك مر فيها، انطلق فيها، راح الكرة داخل المرمى. هدف يأتي بعد عمل كبير. أي ضغط مثالي، أي ضغط عالي يولد هذه الأخطاء ويجعل الفريق يستعيد الكرة سريعا. أوهو فيرمينيو، سجلها فيرمينيو، أشعلها، الله على الكرة في المرمى. هدف من البرازيلي، الشباك تتحرك من فيرمينيو. تقدم لمصلحة ليفربول. فرصة ليكو، بإمكانه إرسال كرة عرضية خطيرة الآن، سرعة لازم يخلصها، استخلاص ممتاز داخل المنطقة. لو خسر الكرة ممكن تشكل خطورة. يعود الخلف بالعرضية جميلة، تدخل عنيف في منطقة الجزاء، فرصة كبيرة للتعادل، تدخل شرعي واستخلاص الكرة بنزول في منطقة الجزاء. شوف الآن تظهر فعالية الضغط العالي. توماس ليمار، فرصة متاحة للعب العرضية، لا يملك الكثير من الوقت، اختار الحل الصعب، فكر في التصويب، كم ممكن يمرر، كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. فيها بمر، بيعدي، خطأ وتهور من حارس المرمى، كاد أن يكلفه هدفا لولا أنه تدخل لينقذ الموقف ويكفر عن الخطأ. لو دخلت المرمى لكان يلوم نفسه وتلوم كل هذه الجماهير. كرة تتهادى عند حارس المرمى، تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. محمد صلاح بيجرب، يا رب، تصدي غير عادي، قفاز مجنون لهذا الحارس. شاكيري يلعب ركنية،
شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. يفقدون الكرة الآن في أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد كاد أن يدرك من خلالها التعادل. نشاهد قوة الضغط على الدفاع، بيخلصها من الدفاع هنا، كرة بتعدي بيواجه فيها المرمى. يا الله فرصة للتعادل، الحارس يحمي المرمى ويمسك بالكرة. بتروح الكرة من لاعبي أتلتيكو مدريد. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. رائع الدفاع في قطع الكرة البينية. كوكي. ليمار. كرة عند دييغو كوستا. ليمار. فابينيو يتدخل ويقطع الكرة. ولا فرصة لكرة مرتدة. يحاول أن يشكل خطورة. عرضية ممتازة في وسط المنطقة. مستحيل اللقطة، أي حظ في الكرة الماضية، لعبها صح من فوق حارس المرمى، شوف وين راحت، شوف الكرة اللي مرت من فوق العارضة، مرت الكرة عدت، يا الله على الفرصة. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. مع ضربة بداية الشوط الثاني لمباراة ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، الأمور صارت أكثر إثارة في شوط المباراة الثاني، والكل أمام مساحة في هذه اللحظات. يا الله كرة في العارضة، إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. فرصة الآن لكرة مرتدة، فرصة والمساحة موجودة، يجب أن تستغل. التسجيل، كرة مرتدة مثالية تدرس، كل شيء كان فيها حسب الخطة، التحرك، نقل الكرة، استغلال المساحة، الكرة وجدت طريقها إلى المرمى. الله على هذه الكرة، مثل هذه الكرات حلم لأي لاعب أمام المرمى، أن يكون المرمى خالي أمامه وبدون أي مجهود يذكر يضع الكرة في المرمى، هذا مضمون بنسبة 100%. استقبال الفريق الآن لهدف حول النظرة الموجودة على المدرب، لا نشاهد الملامح الواضحة عليها، ملامح الخيبة حقيقة والإحباط. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. جيمس ميلنر، حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمي التماس. ملعوبة إلى صلاح في الجناح، يتقدم بالكرة. حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة، لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. التبديل الآن يحدث في صفوف فريق ليفربول، ونزول ساديو ماني إلى أرضية الملعب، لاعب اللي عنده قدرة على صناعة الفارق، عنده حلول فردية، سرعته، تسديداته، أهدافه الخيالية. مرة أخرى مع أتلتيكو مدريد. كاراسكو،
اوهو يخترق ولديه مساحة، ضاعت الفرصة الذهبية للتسجيل في موقف الواحد على واحد. لا أدري ما الذي حدث، ما الذي أصابه، قد يندم كثيرا على هذه الكرة. مرة أخرى مع أتلتيكو مدريد، موراتا، كاراسكو، موراتا، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، الحارس يتألق ويبعدها، ضعف ركنية وفرصة الحصول على التقدم. ركنية في منتصف منطقة جزاء بوسط كوكي، كرة سهلة بيلتقطها الحارس. الآن نشاهد فرصة في هذه اللحظات، أوهو ممكن يلعب لك كرة عرضية الآن، أبعد الكرة من مناطق الخطر. فرصة لكرة مرتدة، عند الكرة الآن، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. كرة بين يدي حارس المرمى. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. تمريرة مرفوعة من فوق الجميع لكن أقرب لحارس المرمى. أمام مساحة في هذه اللحظات. لابد أن يتصرف. يا ساتر يا خوفك من امانك، حطها حط وركنها صح ولكن في مرمى. ما كان موفق في ابعاد الخطوره عن مرمى وفي النهايه يسجل هدف عكسي. فلنشاهد الهدف في الاعاده مره اخرى. نعود إلى أجواء هذه المباراة بعد هدف عكسي وسط حالة من الإحباط على الفريق. أتلتيكو مدريد يستعد لإجراء التغيير مع أول توقف في المباراة. ماني يتقدم باتجاه المرمى. تسديدة قوية تمر على المرمى. كانت بحاجة لبعض التركيز في اللقطة الماضية. محاولة جيدة في الإجمالي. مدرب الآن يجري التبديل في هذه اللحظات للحفاظ على التقدم. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. استغلال جيد حقيقة الأطراف من أتلتيكو مدريد. كرة عرضية منتظرة الآن. الكرة بعد تمريرة خاطئة. فرصة من جديد لكرة التعادل. حارس يحمي مرمى ويمسك بالكرة. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد. ركلة جزاء كانت أصفر في هذه اللحظات. مأزق كبير على الفريق. حتى وإن كانت نية استخلاص الكرة لكن التدخل في النهاية كان على قدم الخصم وليس على الكرة. لم يقدر اللاعب التدخل بشكل صحيح وفي الأخير كانت عرقلته على قدم خصمه ومخالفة صحيحة. هدف يشعل الأجواء بالنسبة لأتلتيكو مدريد. ضربات الجزاء ليست مهمة سهلة كما يتخيل البعض، فيها ضغوطات، فيها حسابات، فيها تركيز، فيها
في تحميل مسؤولية، شخصية اللاعب تصنع الفارق في مثل هذه المواقف. النتيجة تشير إلى التعادل مشاهدينا ومتابعينا، والكرة تعود إلى نقطة البداية. 9 دقائق واطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. افتكاك كرة على جانب الملعب. هيريرا فتح اللعب على الأطراف، بيعدي فيها، بيمر، بيعدي. كرة باتجاه الحارس تمسكها بسهولة. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. دفاع سيء. ساول تسديدة بعيدة عن المرمى، بتمر الكرة سهلة. كانت فرصة للتسجيل، المساحة كانت أمامه، لكن التسديدة جاءت بعيدة عن المرمى. افتقد إلى التركيز، ربما كان مرتبكا بعض الشيء في اللقطة الماضية. ماذا يفعل حارس المرمى؟ قد يدفع الثمن الغالي الآن. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا سلام على حارس المرمى، برافو على التصدي، يحافظ على التعادل، يمنع فريقه من استقبال هدف في وقت صعب في المباراة. بعد فيليبي راسية تلعب لكن بعيدة عن المرمى، كانت صعبة. حب انه يلعب له كرة، لكن شوف الضغط اللي كان موجود عليه من الدفاع. المدرب عارف بأن الهدف اقترب إذا استمر فريقه بهذه الطريقة، والآن عليه أيضا بأن يستمر في توجيه اللاعبين للتقدم والاستمرار. محمد صلاح، الحكم يحتسب تسلل مثير للجدل، لعدة راح توضح وراح تبين هذا القرار. التسلل كان موجودا، كانت كرة قريبة جدا، ربما ستغير من مجرى المباراة. يفقدون الكرة الآن في أتلتيكو مدريد. هذه هي صافرة نهاية المباراة، والتعادل سيد الموقف اليوم، يعني بأننا سننتظر الإياب لحسم الأمور. واضح الندية بين الفريقين، الكل يعرف بأن هذه مواجهات التفاصيل، وكان واضح بأن كل فريق مركز، وأكيد مباراة الإياب ما راح تختلف بشكل كبير، وراح تكون فيها إثارة ولن تحسم إلا بتفاصيل صغيرة نظرا لما شاهدناه من الفريقين في مباراة اليوم. تدرس كل شيء، كان فيها حسب الخطة. الحارس يتألق ويبعدها، ضرب ركنية وفرصة الحصول على التقدم. أمام مساحة في هذه اللحظات. يا ساتر، يا خوفك من أمانك، حطها حط وركنها صح، ولكن في ما ركلة جزاء كانت أصفر في هذه اللحظات، مأزق كبير. هدف يشعل الأجواء بالنسبة لأتلتيكو مدريد.